أضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تحاول أن تقوم بدور إيجابي فيما يخص التعاون مع القارة الإفريقية وتقديم الدعم اللازم لها. وأشار إلى حرص الدولة على البناء والتنمية والتعمير في المجالات كافة. مش هنسى أبدا أن أنا أوجه الشكر على مشاركتكم الإيجابية، وأيضا أوجه الشكر الخاص لرئيس البنك بنك التجارة أو رئيس البنك الإفريقي للتجارة تصدير والاستيراد الدكتور بندكت. أشكرك جدا جدا على الجهد المبذول، وإحنا في مصر لازم تكونوا متأكدين إن إحنا حريصين جدا على أن يكون دايما دعمنا دعم إيجابي. مصر دايما بتحاول إن هي تقوم بدور إيجابي فيما ينفع الناس، مش حاجة تانية، لأن إحنا في أفريقيا زي ما أنتوا شايفين القدرات موجودة والإمكانيات موجودة، ولكن يمكن تكون في بعض المعوقات والمشاكل اللي بتعوق يعني هذا الأمر. وبالتالي إحنا في مصر دايما حريصين على إحنا نقوم بالبناء والتنمية والتعمير والتعاون في هذه المجالات ومش أكتر من كده، وإطفاء حرائق لو في حرائق لو كان ممكن نعمل ده.